هكذا إذا متابعينا مشاهدينا الكرام تواصلنا مستمر. تابعنا الشوط الماضي كان مع جلاد حميد بن سعيد بن سالم الدرعي 4:46 ونذكركم بصاحب التوقيت الأفضل والتوقيت الأفضل تحت أقدام حبيب خليفة بن نصيب بن خليفة الخيلي 4:40 نسير مع الشوط الثامن بمجموع هذه الأشواط. الشوط الثامن يحمل فئة الأبكار ونتابع هذه الأسماء، نتابع هذه الشعارات مع الصدارة والمركز الأول. الشاهينية، الشاهينية تتقدم بشعار محمد بن سالم اليديلي، بينما المركز الثاني، المركز الثاني نتابع الوصول والتقدم من هذه سيوف فهيد بن محمد المري، من يقدم لنا سيوف، بينما المركز الثالث، ثالث الأسماء والشعارات تتقدم الشاهينية محمد بن أحمد المزروعي، بينما المركز الرابع، المركز الرابع الضبية أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي، بينما المركز الخامس، خامس الأسماء تتقدم الشاهينية عمير بن عبد الله المنصوري. هذه النتيجة ونداءنا الأول للخمسة الأسماء الأولى، للخمسة الشعارات الأولى المنطلقة. نتابع شعارات الخلف الكادر الإعلامية ونعود إلى الصدارة وإلى المركز الأول. وأيضا يقول الشاعر، قال دور اللي يوم لملاقات سرك ما يهون ركضها خل تمطاها التحرك كأنها بقوة محرك وتجاوز دون ما تظهر عصاها من ضجيج الصوت تيفل وتحرك تندفع وتخلي يسبق وراها بالفعل يا راعي سيوف، سيوف على الصدارة والمركز الأول. فهيد بن محمد المري من يقدم لنا سيوف على مقدمة الشوط وعلى صدارة هذا الشوط، غائدة لهذه الأسماء بالفعل تغود هذه الشعارات. ركز ركز يا فهيد، ركز يا المري، ركز. بينما المركز الثاني، أشوف المركز الثاني اللي قادمه في هذه اللحظات، الشاهينية محمد بن أحمد المزروعي قادم يقدم الشاهينية. المركز الثالث وصلت هنالك القادمة، هنا شديدة يا شديدة، شديدة محمد بن خميس بالسم المنصوري. المركز الخامس وصلت هنا الضبية أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو الخطير يا مضمرين يا متابعين. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، كيلو التحدي، كيلو المعركة. سيوف مع الصدارة، فهيد بن محمد المري، ولكن هنالك اللي هي الضبية، الضبية الضبية هنا بشعار أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي. وشوف ما شاء الله تبارك الله، بدأت المعركة، وصلت هنا الغادمة، الغادمة هنالك أيضا غدوة، غدوة هي غدوة بشعار أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي، المزروعي يقدم لنا هذه الغادمة غدوة. وهنالك أيضا اللي هي الضبية، الضبية أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي. المعركة ثنائية، التحدي ثنائي. الله 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 الله، الضبية، الضبية وهنا غدوة على مقدمة الشوط، ما نسميها فدوة، فدوة يا فدوة، فدوة مع المركز الأول أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي، بن غنام المزروعي يقدم فدوة مع مقدمة الشوط.
مع الرقص الأول، مع هذا الاندفاع، اندفاع اللي هي فدوة بالفعل. والله الله الله، تهانينا والناموس يا أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي على هذا الفوز. المركز الثاني ضبية، أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي. المركز الثالث الضبي، سعيد بن محمد بن سليم العامري على ثالث الأسماء. هكذا نعود بالتوقيت الزمني، توقيت هذا الشوط 4:50 سجلت معنا اللي هي فدوة بشعار أيضا أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي. تهانينا والناموس.